زوار مستقبل موقع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دردشات قبل إفطار اليوم 16 من رمضان 2021. سنخصصها لواحد الموضوع شائك لربما كيعانيو منه جميع المواطنين، ألا وهو قلة الموارد البشرية في الملحقات الإدارية أو المقاطعات كما كنسميهم. فهاد المقاطعات هادو ملي كتمشي تلقاليزي، كتمشي تصاوب شي ورقة، شهادة الوفاة، شهادة العزوبة، شهادة ما عرفتش شنو، كتلقى يلاه موظف واحد ولا قل كاع نص موظف هو اللي خدام، حيت موظف إلا عيا ولا مرض، إلا ما فيه ما يخدم، إلا كاعي، المورال ما كاينش، بزاف ديال الأمور اللي كتلعب أون جو. من بين المقاطعات اللي كتعيا تتعاني بحال هاد النقاط هادي، كنلقاو مثلا على سبيل المثال المقاطعة الأولى مشيت لقيت واحد الاكتظاظ، المقاطعة السابعة مشيت لقيت واحد الاكتظاظ في المقاطعة السابعة، الناس واقفين وهذا. ملي جيت كنسول كاين موظف واحد هو اللي خدام في هادشي ديال الشواهد بشتى انواعها. هاد النقطة الأخرى كيعانيو منها بعض الإدارات الأخرين. إذا فين ما نشوفو اكتظاظ عرف راه قلة الموارد البشرية، وبالتالي خاص وزارة الداخلية تفكر في هاد النقطة هادي ودير ريكروتمون. حنا كنشوفو دابا الجامعات ولا هادي من شحال من عام هادي ما كاين لا ريكروتمون ولا والو. ربما باغين هما كاع يحيدوا هاد الناس هادو اللي خدامين ويخدموا غير بار انترنيت، وداكشي علاش طارقين هاديك إداراتي ما إداراتي، كل خطرة كيطلقوا شي خدمة بحال هادشي. دونك باغين يعوضوا الموظف ولا الإنسان بالآلة، وهادي بطبيعة الحال ما مقبولاش. الور تفاديا باش ان يبقى هاد الاكتظاظات في القطاعات، حاولوا انكم تعززوا واحد الترسانه ديال الموارد البشريه اللي قادر تقدر انها تمتص هاد العدد ديال هاد المواطنين اللي كيلجؤوا ما يزيد الطينه بالله. هو هاد القضيه ديال هاد الاكتظاظ، وحنا كنعرفوا دابا كورونا، الناس دابا باغا تصوب لي كارت ناسيونال، كنلقاو واحد الاكتظاظ مهول فظيع حدا الكوميساريات. اذا كنهضروا على حنا اصلا درنا هاد الطريقه ديال لي كارت ناسيونال بهاد الطريقه هادي، درناها على قبل كورونا. ملي كنجيو كنلقاو حدا الكوميساريه كنلقاو بالزوقه، ما فهمتش انايا واش كورونا على الداخل ما خصهمش غايجيو بزاف ولا تا برا راه كاينه كورونا. دونك كنتمنى من انه السيد رئيس الامن الاقليمي تا هو ياخذ هذه النقطه بعين الاعتبار، ويفكروا في هذه القضيه ديال هذه، حتى ماشي غير هنا، راه هي تكون على الصعيد الوطني. دونك على الصعيد الوطني حيدوا كتلقوا واحد شي قرارات وشي قوانين، الله يستر، ولا القسم الى الله يستر. السلام عليكم.